قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن حرية الإعلام عامل رئيسي في تحقيق الأمن الشامل. وأشار المومني إلى أن الحكومة أطلقت في وقت سابق الاستراتيجية الإعلامية الأردنية استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أبدت حرصها على أن يتمكن الإعلام من التعبير عن نفسه بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية. نفى قائد قوات حرس الحدود الشمالية العميد الركن حسين زيود قيام الجهات المعنية بإغلاق الحدود الأردنية السورية أمام موجات اللجوء إلى المملكة، مؤكداً أن الحدود ستبقى مفتوحة لاستقبال اللاجئين ترجمة للموقف الإنساني الذي يلعبه الأردن مع الملف السوري. وأضاف أن 300 لاجئ سوري دخلوا إلى المملكة عبر النقاط الحدودية خلال 24 ساعة الماضية، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى لاجئين أصيبا بعيارات نارية من الجانب السوري. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن إن الاتفاق الروسي الأمريكي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا قد ينهي خطر تلك الأسلحة ليس في سوريا وحسب بل في العالم أجمع، مضيفاً أن هناك حاجة إلى موقف دولي لوضع السلاح الكيميائي السوري تحت السيطرة الدولية. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن نتائج تحقيقات لجنة الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على نطاق واسع نسبياً في الغوطة قاطعة ولا تقبل الشك أو الجدال، وأشار إلى أن انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وإقرارها المتأخر بامتلاكها لتلك الأسلحة هما تطور مرحب به ترافقه التزامات صارمة.